هذا وتستمر العملة الإيرانية في الانهيار إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 17,000 تومان. شهدت أسعار الصرف في السوق الإيرانية تقلبات شديدة خلال الأيام الماضية، وقام بعض متداولي صرف العملة بوقف التداول لساعات من اليوم، وشبهوا العمل في سوق العملات الأجنبية بالمقامرة. ويقول الخبراء إن انسحاب الولايات المتحدة والإعلان عن عودة العقوبات على إيران يشكلان سبب الارتفاع الحاد في سعر الصرف، في حين أن سعر الدولار قد تضاعف 3 مرات قبل عودة الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية في أغسطس الماضي.